مرحبا باي منتخب كيما كل منتخب يقول مرحبا لان ما عندكش حاجه اللي ما عندكش فيها خيار ما تدخلش فيها خليها على راحتها والقرعه الاساسيه هذه احكام هي جزء من اللعبه دونك تقول لي تقولي نتمنى ولا التمنية تاع جماهيريه انا من ناحيه سلبيه انا في نظر بيرسون بو تو دير جو سويت ري نتاع معاك الشريكي نو 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 انا جو بوزي دي كيستيون قلت باللي ممكن يكون فتره فراغ قلت بانه ممكن كانت عليهم شويه ضغوطات عوامل كثيره جدا ارضيه الميدان شويه منتخبات المستويات المنتخبات اللي لعبوا معها لحد الان متواضعه جدا فدخلوا في هذيك لافاسيتي احنا تاع تحديات كبيره بون فنرحوهم ولكن لازم لنا دي كرون ماتش هكذا باش نخرجوا واش عندنا انا جو بونس دي في مارس تبعت اوتر شوز انا نطون خمس شهور بور سبريباري بور اتر بيان بور موتيفي لي جوار بالك لي جوار اللي سون با موتيفي كيما بكري سي با لا فوت بالماضي ولا فوت الجوار سي اون بيريود يجيك في وقت وين حتى انت في خدمتك تكوني با موتيفي كرة ينزل هذا تاع مثلا رينا فوار افيك تي كاباسيتي ولا تا فولونتي ولا ولكن تتلقى انا جو بونس سي اون بيريود نورمال اللي يجوز معاها سلامات تكون في هذا المكان نو سي ان افونتاج فيشيك يكون افونتاج تكنيك كون دير ان بون ريزولتا في الاكستيريور هو بسيشيكمون سي ان افونتاج بور توا تلعب الرتور في بلادك مي تكنيكمون يلفو ماركي على الاكستيريور باش يكون فريمون ان افونتاج إذا تخسر 3-0 في لالي سي بلان افونتاج او كونترير